مساكم الله بالخير والنور والسرور. بدي اسوي اياكم اليوم خواتي معكرونه. معكرونه ويا لحم. تعمل المعكرونه هاي. اول شيء حطيت البصل وحطيت خاشوقه سمن. بحمس البصل شوي لين يذبل. نزل الثوم والزنجبيل وقطع اللحم. نزلت عودين قرفه حبتين هيل. ثوم والزنجبيل والكركم. سكر اللحم قطع فيه وسط. بغطي الجدر وبخلي شوي يصل ويا اللحم. كزبرة وشبت. بهارات بحط كمون وفلفل أسود وعندي كزبرة وكمون محموسين مربربين. بغطي الجدر بخلي بعد اللحم ياخذ منك البهارات والكزبرة والشبت. عندي معجون طماط. بغطي الجدر مرة ثانية. تسبك الطماط عندي. بمرق عليه خواتي وبسكر الجدر وبخليه يطبخ لين يستوي اللحم. خواتي بعد نص ساعة اللحم تقريبا استوى عندي بالي يعني شوي. فالحين ايش بسوي؟ انزل فلفل اختيار. الوصفة الاصلية انا ما شفت يحطون خضرة بس انا راح انزل بطاط ويزر وكوسة وبنزل المعكرونة. سكر عليها على نار واطية وخليها تنضف. نسيت الملح بملح اول خواتي. استوت عندي. حط شوية كزبرة وبطفي.